تولز تانية اللي هما دوج وبيرن وسبونج. الدوج والبيرن والسبونج هتلاقيهم هنا في التول بتاعتك، تول باليت بتاعتك. اول واحدة فيهم اللي هي الدوج، هناخد الدوج نشتغل بيها. الدوج والبيرن والسبونج برضو عشان نتكلم عنهم الاول، واحدة بتغمق واحدة بتفتح، بس مش بالسهولة اللي انا بتكلم بيها دي. هم بيشتغلوا على عنصر الاضاءة من خلال الالوان، يعني اللون ده بيتعرض لاضاءة قد ايه، انت عايز تغمق اللون ولا تفتحه. طيب زي ما قلت لك هم شغالين مبدأ الاضاءة، يعني من لعبة الاضاءة. عشان كده الاوبشنز بتاعتهم، هم لهم اوبشنز زي بتوع البراش تمام، بس بيتكلم على رينج اللي موجود جوه ايه، شادوز دي اضاءة، ميد تونز برضو اضاءة اللي هي اللي في النص غامقة، ولا يعني في النص مش غامقة ومش فاتحة. الهايلايتس ايه اللي واخد هايلايت اكتر، برضو اضاءة تمام. ولما هنا بيجي بيظبط النسبة بتاعته بيتكلم عن اكسبوجر، درجة تعرض للاضاءة تمام. انا عامل السيتنج بتاعتي 100 تمام، ودلوقتي انا هشتغل على الشادو، انا النسبة بتاعتي 100، دي نسبة عالية جدا، انا عاملها الهدف التوضيح بس مش اكتر تمام. لكن انت لما هتشتغل بيها هتشتغل بيها ما بين 10 ل 30 بالكتير قوي. هاجي هنا وهعمل سبوت واحدة، كليك واحدة اوكي، هتلاحظ ان هو ما غيرليش الايمج بتاعتي، لكن غير لي درجة تعرض الالوان بتاعتي للاضاءة تمام. اوكي لو هكليك وادراج اوكي، النسبة عالية جدا، انا خد بالك انا بشتغل بمية، لكن هو عمل ايه، لعب على الشادو تمام. هعمل هرجع للحالة بتاعتي تاني، او الحالة بتاعتي اوكي، وهقلل الكلام ده مثلا ل 20 21 اوكي كويس، هبتدي اشتغل بيه. زي ما انت شايف الافكت بتاعه يدوبك اللي انا عايزه تمام. طبعا حجم البراش برضو كبير قوي، هرجع برضو تاني اوكي، واغير ل 100 واوريك الميد تونز. الاول انا هعمل حاجة، هعمل شادو، هعمل كليك واحدة بالشادو، وبعد كده هعمل كليك تانية جنبها بالميد تونز عشان تعرف ايه اللي هيحصل. الفرق واضح متهيألي تمام، انا هجيبها تحتها بالظبط عشان تبقى متأكد منها، او هعمل انترسكشن معاها، واللي هيفضل من الدائرتين هو الافكت اللي فاضل تمام. قارن ما بين دي وما بين دي، ما بين القوس اللي تحت وما بين القوس اللي فوق اوكي. دلوقتي برضو في تون تاني اللي هو الهايلايتس، بص كده الهايلايت هتعمل ايه، التالت بتاعهم، يعني هنا شادو، هنا ميد تونز، هنا هايلايت تمام. وخليك فاكر انا بشتغل بفرشة كبيرة قوي وشغال على نسبة تعرض عالية قوي 100% اوكي. التول التانية العكس بتاع الكلام ده، احنا دلوقتي مع دوج هناخد البيرن تمام. البيرن باين من اسمها بتحرق اوكي، بص كده انا كده ميد تونز، كده شادو، كده هايلايت. طيب كل الحاجات دي بجد مش هتعرف تجربها كويس غير لو فتحت ايمج وجربت عليها في اريا صغيرة انت عايز تغمقها او عايز تفتحها تمام. انا مثلا هاخد التول التالتة اللي فاضلة معاهم اللي هي السبونج تول تمام، وهغير السيتنجز بتاعتها ل 100% برضو، وهي على 57 هتبقى دايرة اكبر شوية، هخليها 50 بس اوكي.
وانا الهاردنس بتاع كل دول 100%، يعني انا بعمل كاني بضغط الفرشه بتاعتي للاخر جوه جوه الكانفاس، بدوس عليها. تمام، دلوقتي انا هعمل السبونج تول، هكليك على سبونج تول، ادي السبونج تول، ما عملتش افكت عالي قوي، لكن تعالوا اوريكم السبونج تول وهي بتشتغل، بتزود الدرجه بتاعه الاضاءه. تمام، بتدي بتغير الدرجه. تمام، زي ما انت شايف لها اتنين مود، اللي فاتوا كانوا بيلعبوا على الاضاءه. تمام، دي بتلعب على الالوان، اول مود اللي هو ديستورت والتاني ساتوريت، لو انت فاكر دول اساميهم كانوا موجودين في المودز برضو. تمام، ولو هنلاحظ بقى حاجه تانية كمان، ان بقى ليها فلو، بقى نقدر نغير الفلو، وحاطط جنبها السيمبل بتاع الاير برش، يعني هو انيبل دلوقتي الاير برش. تمام، لو هروح العب بيها هنا، زي ما انت شايف هي بتلعب على ايه دلوقتي، عماله بتشتت اللون اللي تحتها. طيب دلوقتي هتعمل تشبع للون اللي تحتها. اوكي، انا ما بغيرش اللون، انا بزود درجه التشبع بتاعه. تمام، اهي دي، هنا هنزود نسبه التشبع بتاعه، مفيش الوان بتتغير، درجه تشبعها بتزيد. تمام، لو مسكت لون وقعدت اكليك عليه كتير، درجه التشبع بتاعته هتزيد لدرجه ان هو هيبقى وحش. فبرضه بقول لك مع التولز بتاعه الدوج والبرن والسبونج، قلل النسبه بتاعتك بتاعه التعرض ونسبه الفلو. تمام، وجرب كذا مود قبل ما تشتغل. حاجه تانية كنت عايز اقول لك عليها بسرعه كده، وانت بتشتغل مع الايمجز بتاعتك، انا دايما بشتغل للهيستوري، دايما برجع لقائمه الهيستوري اشتغل منها. طيب انا دلوقتي السيتويشن اللي انا فيه ده، دلوقتي انا مكاني فين؟ انا مكاني هنا ان انا استخدمت السبونج تول. تمام، لو عملت كليك على السبونج تول كده، اللي هو اخر حاجه انا كنت فيها، او الفيز اللي انا كنت عايز، الفايل اللي انا كنت عايزه، بيخيرك ما بين حاجتين، ان انت تفتح نيو دوكيمنت، يعني هو هياخد الاستيت اللي انت فيها، الحاله اللي انت فيها دي، وهيعملها لك دوكيمنت جديده، او ممكن يعملها لك نيو سناب شوت. انا هعمل سناب شوت جديده. تمام، وهسميها سناب شوت 2، هو مسميها سناب شوت 2، وهنا بيخيرك ما بين الدوكيمنت كلها ولا اللايرز. تمام، انا هاخد الدوكيمنت كلها وهقول له اوكي. تمام، بقى عندي سناب شوت ثانيه، اول واحده اهي اللي انا فيها، ثاني واحده اللي هي حاله الصفر اللي انا كنت، الحاله اللي انا كنت عامل سناب شوت منها، وادي الملف الاصلي اللي انا كنت ابتديت بيه. دلوقتي اتعلمنا شويه حاجات كتير، دورك تيجي تجربهم. وبقول لك تاني، الدوج والبيرن والسبونج ممكن يغيروا الايمج بتاعتك بشكل كويس قوي، وممكن يغيروهم بشكل وحش قوي، فلازم تظبط نفسك معاهم، ولازم تجرب، ولازم تعمل تاخد سناب شوتس زي اللي انا عملتها دي دلوقتي، علشان الايمج بتاعتك ما تبص. اشوفك الدرس الجاي مع حاجه تانيه.